少的意思。بسم الاب والابن روح كنت ساحن امين. ازيكم يا جماعه؟ كويسين؟ هبتدي معاكم الاول درس كتاب, بما ان اميره قالت لي ان انا مش هعمل حاجه روحيه فقلت اغير الكلام بسرعه ولا هحط لي اتنين سلايدز ولا حاجه روحيه. طلعوا معايا الانجيل لو معاكم او على التليفون, ونفتح صمويل الثاني اصحاح 4. وعايزين حد يقرا معانا. مين هيقرا لنا؟ احنا هناخد شخصيه النهارده وهنذاكرها مع بعض وهنروح ونرجع مع الشخصيه دي وهنطبقها ونشوف هنمشي معاها ازاي. حد يقرا لنا بليز؟ اقري لي مين بليز. ثواني نرمين المايك. وكان ليوناثان ابن شاول ابن يدعى مفيبوشيثات, وكان يبلغ من العمر 5 سنوات حين وردت الأخبار من يزرعيل عن قتل شاول ويوناثان. وخافت حاضنة مفيبوشيثات فحملته وهربت, وبينما هي مسرعة أوقعت الصبي فأصابه عرج. تمام, ثانك يو. فالقصة دلوقتي بنتكلم عن واحد اسمه ايه؟ لا صحصحوا معايا عشان في اسئلة كتيرة جاية. اسمه ايه؟ مفيبوشيث. وكان ليوناثان ابن شاول ابن يدعى مفيبوشيث كان يبلغ من العمر كام؟ 5 سنوات حين وردت الأخبار عن يزرعيل عن قتل شاول ويوناثان. خافت الحاضنة فحملته وهربت, وبينما هي مسرعة أوقعته فأصابه عرج. مين مفيبوشيث؟ صوت ابن يوناثان ابن شاول. مين يوناثان وشاول؟ دول اللي كان الملك, اول ملك لاسرائيل كان شاول, وجاب يوناثان يوناثان خلف مفيبوشيث. ما هو خبر يوناثان وشاول؟ يوناثان وشاول خرجوا للحرب ضد فلسطين. دي حته تاريخيه بس قبل ما ندخل عشان نعرف بس احنا بنتكلم على مين. دخلوا الحرب مع فلسطين, والفلسطينيين غلبوا بني اسرائيل وقتلوا يوناثان وجرحوا شاول, وجي شاول في الاخر كان بيموت قال للسياف بتاعه اقتلني, سياف مرضاش عشان هو ملك فقام شاول قتل نفسه. فساعتها الخبر مشي في البلد ان الملك بتاع اسرائيل ايه؟ اتقتل او مفيش ملك. فطبعا في قلق وخوف, مين الملك الجديد ومين هياخد الملك؟ شاول, عشان هو الملك فمحبش ان هو يموت في ايد فلسطينيين, فما كانش عايز الناس تقول ان الفلسطينيين قتل الملك فهو قتل نفسه. فالمهم ان الاثنين ماتوا ومفيش ملك, وبني اسرائيل دلوقتي مستنيين ملك جديد ياخد. فمن بين الاثنين مين اللي المفروض ياخد الملك بالتسلسل؟ ابن يوناثان اللي هو المفروض مفيبوشيث, لكن عشان ربنا ادى الوعد لمين اللي هياخد الملك؟ داوود. فبني اسرائيل عارف ان الملك اللي هياخد بعد شاول هو داوود, لان دي كانت القصه من قبل كده ان شاول كان بيحارب داوود وداوود عليه الملك بعد شاول. فمين اللي قلق او مين اللي خاف؟ اهل او بيت شاول, لان الملك الجديد لما بيمسك الملك بيقتل كل العيله الاولانيه, عيله الملك القديم. فعيله شاول اللي باقي منها هيتقتل, يا هيموت يا هيضطهد يا هيتعامل معامله غير معامله ولاد الملك. فخافت المربيه لان ده اخر نسله او اخر نسل, خافت ان هي من الناس اللي هتضطهد او تتقتل. فطبعا هربت جاريه وهي بتجري وقعت مفيبوشيث, فطبعا غالبا كسر رجليه وما اتلحمتش كويس فتعيش طول عمره اعرج. فعشان كده هربت, عشان الخوف كان موجود ان هو هيتقتلوا من الملك الجديد. داود بعد كده جاب العيله واتكلم فيها, نقرا الحته دي مع بعض. صمويل الثاني بعدها بكام اصحاح؟ اصحاح 9. طلعوها معايا ونقراها مع بعض. المايك لسه معاكي نرمين, ممكن تقرا لنا الاصحاح من 1 ل 8. وقال داود: هل يوجد بعد احد قد بقى من بيت شاول فاصنع معه معروفا من اجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبا, فاستدعوه الى داود وقال له الملك: أأنت صيبا؟ فقال: عبدك. فقال الملك: الا يوجد بعد احد لبيت شاول فاصنع معه احسان الله؟ فقال صيبا للملك: بعد ابن ليوناثان اعرج الرجلين. فقال له الملك: اين هو؟
فقال سيبا للملك: هذا هو في بيت مكير ابن عمئيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمئيل من لودبار. فجاء مفيبوشيت ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا مفيبوشيت. فقال: ها أنا ذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان بيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ أشكر. مفروض أن شاول داود كان هيعمل إيه؟ كملك طبيعي يستلم الملك أنه يقضي على العيلة الملكة الأولانية، فكان مفروض أن هو يقضي على أي حد فيهم. لكن عشان يوناثان وداود كانوا أصدقاء وكان في وعد عهد ما بينهم، فهو حب يوفي الوعد، فقال إيه؟ في أي حد فاضل من عيلة داود وشاول عشان أقدم لهم خير؟ قالوا له في مفيبوشيت ده. قالوا له هاتوه، فجابوا. قال له مفيبوشيت، أنت مش مقتول أو هارب أو هتتعامل معاملة المهروبين، أنت ما تتعامل معاملة ابني، هتدخل الملك القصر وتبقى أكنك من ولاد الملك. ده المعاملة اللي داود عملها لمفيبوشيت. درس كتاب خلص، نبتدي نسأل أسئلة. ما معنى اسم مفيبوشيت؟ كلمة اسمه إيه؟ ودرس الكتاب علمنا أن احنا لو أخذنا أسامي بنعرف هدف الإنسان ده حياته مكتوبة ليه. فكلمة مفيبوشيت معناها إيه؟ أي حد فصيح عربية؟ معناها إزالة الأصنام. في العهد القديم الملك اللي بيمسك واللي ربنا بيفرح بيه بيعمل إيه؟ الملك الناجح اللي كان بيسر قلب ربنا كان بيعمل ايه؟ كان بيزيل الاصنام وبيخلي الشعب يمشي ورا ربنا. فلما مفيبوشيت ده كان ابن ملك وتولد وسموه ايه؟ ان انت هتبقى ملك ناجح. يعني هو متصمم ومخلوق ومتسمي ان هو داشي في سكة الملك وملك ناجح، ان هو هيبقى ملك كويس. صفات الملك الناجح ان هو ايه؟ هيزيل الاصنام، وده كان باسمه اللي اتعرف بالظبط. هو مش ملك بالظبط، بس هو كان مخلوق ايه؟ ابن ملك، ومفروض انه يعيش عيشة ايه؟ الملك، الملك الناجح. لكن دي كانت التسمية. كان ساكن فين؟ بيت مكير. مكير ده مين؟ ده واحد اشفق عليه، ده واحد ملوش شخصية لا اي لا حاجة، غير ان هو اخده وقال اعرج طب تعالى انا هشفق عليك، اخده في بيته من بيت شاول، اخده يشفق عليه في عنده عشان هو ولد اعرج وملوش حد، فاخده بتاعه. وسكنه فين؟ في لودبار. لودبار معناها ايه؟ بدون مراعي، يعني من قصر ملك، من عيشه الملوك، راح اكنه لجيه او ابن متبني، ابن متبني في بيت ايه؟ بدون مراعي، يعني العيشه ايه؟ تحت خالص. ايه شعور مفيبوشيت النهارده؟ عشان كده الماسكات تنزل ونبدا نتكلم مع بعض. ايه شعور مفيبوشيت؟ تخيلوا معايا لو انت كنت عايش عيشه الملوك دي ودلوقتي انت بقيت ايه؟ لجيء عند حد بيعطف عليك، رجليك معوقاك، عايش في ارض بدون مراعي، وملكش اهل، لا اب ولا ام ولا حد يسال عليك، ايه احساسك؟ كلب ميت. دي كانت الكلمه اللي قالها. كان اعرج الساقين في ارض عبيد بدون اي اهل يسالوا عليه. طيب صيبة لما قالوا له في حد من اهل داود نعرفه ايه، سوري، من اهل شاول نعرفه، قال له ايه؟ في واحد بصفته ايه؟ ابن ليوسان ايه؟ اعرج رجليه. عارفين لما واحد بيبقى ماشي في الشارع يقول لك اه فلان الكذا، بيتسمى بشكله او بصفته او بكده. فهو مولود طول حياته طول ما كبر بيقول له مفيبوشيت قال اعرج رجليه، ده خلاص بقى جزء من اسمه وتشكيله وصفاته. فطول ما هو ماشي رايح راجع يا ايه؟ يا اعرج رجلين. فالكلمة دي اتكررت له كتير ولا لا؟ اكيد اتكررت مليون ومليونين وتلاتة، لان خلاص يعني لما قال له في حد، قال له في حد اعرج رجلين، يعني هو ما قالوش بس مفيبوشيت ابن شاول ولا ابن حفيد شاول ابن يوناثان، قال له كذا اعرج رجلين. ده كلام الناس عليه. هو شاف نفسه ايه؟ شاف نفسه ايه؟ فسجد وقال له ايه؟ من هو عبدك حتى تلتفت الي ايه؟ كلب ميت مثلي. في العهد القديم يا جماعه كلب ميت مش دي مش كلمه قليله، دي كلمه جامده قوي. في العهد القديم كلمه كلب عامه مهينه جدا. لما جليات داود طلع له قال له اتراني ايه؟
كلب عشان تطلعي بعصاية، يعني دي كلمة مهينة جدا ان حد يقول عليه على بعض كلب، يعني دي في العهد القديم دي كانت قمة الإهانة. ومش بس كلب، كلب ميت، الميت في العهد القديم كان ايه؟ كان نجاسة، فكان اللي هو الممنوع نلمسه ولا نقرب منه ولا نيجي جنبه، وكمان يعني كلب ميت يعني إهانة بنجاسة، يعني يا قمة ايه إقاع، يعني أوطى المستويات اللي ممكن يحس ان هو فيها. فده اللي قال على نفسه، هو شايف نفسه ايه؟ كلب ميت مثلي. في ثلاث دوائر بتبقى متوازنه وبتدينا شكلنا، المجتمع بيقول علينا ايه، او الناس اللي حوالينا قالت عليا ايه، اعرج الرجلين، دي صفه قالت لي، وشفت نفسي ايه، كلب ميت، وفي الاخر ربنا شايفني ايه، ملك هزيل الاصنام. الثلاث دوائر دول دوائر اساسيه في حياه كل واحد فينا، والثلاث دوائر دول بيكبروا وبيصغروا حسب الموقف او حسب الصفه او حسب القصه. انا النهارده كبرت قوي في نظر المجتمع عشان عملت حاجه، صغرت قوي قدام عيني عشان انا شايف نفسي ان انا فشلت في حاجه، ربنا شايفني حاجه كبيره. الدوائر دي بتكبر وتصغر as we go بالمواقف في حياتنا. الفكره كلها ان احنا لما بنبقى متوازنين في الثلاث دوائر دول الانسان بيبقى متوازن جدا. المشاكل كلها او الصعوبات كلها لما تبقى دايره تاخد موقف، تاخد حجم اكبر من حجمها، ودي اللي بتبقى صعبه. وهنبدا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. فور اكزامبل، المراه السامريه، فقالت له المراه السامريه كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امراه سامريه، لان اليهود لا يعاملون السامريون. الكوميونتي قال عليها ايه؟ امراه ايه؟ امراه سامريه. لا، ما قلناش خطيه لسه، هي المجتمع قال ان هي سامريه، والمجتمع حدد قال ان احنا اليهود مش هيعاملوا السامريين، هم قرروا كده، وقرروا ان اليهود والسامريين ما يبقوش اصحاب ويعاملوا بعض معامله ان انتوا اقل مننا. ده قرار مجتمع، ودي كلمه. فطول ما هي ماشيه ورايحه وقالوا لها ايه يا امراه ايه، سامريه، خطيه او مش خطيه هي سامريه، فتحط عليها ليبل السامريين. فلما جت تكلم المسيح قالت له ايه، كيف تكلمني وانا ايه، امرأة سامرية؟ هو ما طلبش منك ولا سألك انت جنسيتك ايه، ولا قال لها انت منين، ولا انت اصلك ايه، هي نفسها حط الليبل وخلاص، عرفت ان هي عايشة العيشة دي، فماشية تقول للناس كلها انا امرأة سامرية، من كتر ما الناس قالوا لها ايه، انت امرأة سامرية. وشايفة نفسها ايه، امرأة سامرية لا يعاملون اليهود، يعني انت تكلمني ليه؟ وشايفة نفسها ايه، خاطية. ايه اللي خرجها الساعة 12 الظهر تجيب مية من غير ما توري حد وشها؟ عشان هي شايفة نفسها ايه، خاطية. حد قال لها انها خاطيه، او يعني حد كلمها، هي مش مستنيه حد يكلمها، هي شايفه نفسها ان العيشه الخطيه اللي هي عايشه فيها دي هتهنها او هتجرحها، فهي ابتدت تحط الايمج دي نفسها وابتدت تستخبى من الناس. فهي عملت الليبل السامريين، ولما لقت المسيح قالت له سوري معلش ما اقدرش اكلمك، لان المجتمع بيقول لي ان انا سامريه وما اقدرش اكلمك. تاني حاجه انا خاطيه عشان الناس كلها بتهني، عشان كده انا مستخبى فما اقدرش اكلمك. صح؟ مين حط الاثنين ليبلز دول؟ المجتمع ونفسها. جه المسيح عمل ايه؟ عمل بلوك لكل الحاجات دي، قال لها ايه؟ حسنا قلتي، ابتدى يطلع الحاجات الحلوه فيها، ابتدى يوازن الدايرتين التانيين، وابتدى يحببها في نفسها. لما الثلاث دوائر دول اتوازنوا راحت عملت ايه؟ خرجت، بشرت، ما خافتش من الناس، ما بقتش تروح الساعه 12 الظهر تستخبى، ده بالعكس ده راحت تخبط على البيوت وابتدت تبشر بيه، صح ولا لا؟ كانت بتستخبى بعد ما المسيح دخل حياتها، ما استخبتش، خبطت، بدات تروح تبشر بيه، ابتدت تتكلم بيه، بقى عندها ثقه في نفسها مش طبيعيه. كان الاول بتستخبى وما بتكلمش حد وبتقول له لا انا سوري ما اقدرش اكلمك انا سامريه، ما فرقش معايا. لما خبطت على البيوت ابتدت تقول انتوا بيتوا سامريين ولا يهود، ابتدت تكلم كل الناس بدون اي تحفظات، عشان مين جه ووازن الدايرتين التانيين؟ المسيح. فالثلاث دوائر دول كريتيكال ان هم يبقوا متوازنين، لان هتبداوا تتلخبطوا وتلاقوا ان الدوائر لما بتتوازنش حاجات تتلخبط. هناخد اكزامبلز ان الدوائر ما تتوازنش. لو انا شايف نفسي اكتر من حجمي، جود اور باد، يعني مش بتكلم بس، ايه اللي بيحصل؟ يبدا كلام زي ده يطلع معايا، وراء من خرج ملك اسرائيل، مين قال الجمله دي؟ وراء انت بتطارد كلب ميت وراء برغوت واحد، مين قال الكلمه دي؟ داوود. وداوود كان مخلوق ايه؟ ملك، ربنا قال لك انا مساحتك ملك، لكن هو كان شايف نفسه ايه؟ برغوت ميت، كلب ميت برضه، برغوت واحد. فلما الايمج بتاعت داوود كبرت بزياده عن دايره ربنا ودايره الحقيقه بتاعت المجتمع اللي هو كان المفروض يبقى الملك، ايه اللي حصل؟ شاف نفسه ايه؟
برغوت ميت كلب ميت، برغوت واحد كلب ميت. جدعون كان ربنا قال له ايه؟ يا جبار بأس، قال له انت كبير، قال له من اسالك يا سيدي بماذا اخلص؟ ها عشيرتي هي الذله في منسى وانا الاصغر في بيتي. عارفين ان منسى اصغر سبط، صوت ده المجتمع قال عليك انت من منسى واصغر سبط، لكن انا بقول لك قوم خلص اسرائيل. لا يا رب، انا اصغر في بيتي وها عشيرتي هي الذله، انا شايف نفسي ايه؟ صغير جدا، الدايره مش متوازنه. اخر واحد اليشع لما راح للملك حزائيل قال له قد اراني الرب اياك ملكا على ارام، قال له انا شايف ان انت هتبقى ملك، فجايب له رساله ان انت هتبقى ملك. الدايره بتاعت نظرتي لنفسي كبيره قوي، قال له ايه؟ نو واي، من هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الامر العظيم؟ ازاي ربنا هيعمل بي امر عظيم زي ده؟ انا ولا حاجه. الدايره بتاعت شايف نفسي مش حقيقتي لما بتبقاش متوازنه، كلام زي ده بيبدا يطلع. اخر حاجه الكوميونتي ايمج، لما الناس تتكلم عليا كتير وابدا اهتم بكلام الناس ونظره الناس ليا وبيقولوا عليا ايه، هي دي اللي بيحصل لنا. كلام الناس لما يزيد في عقلي وابدا اهتم بيه بزياده، حاجات زي دي بتطلع. عرفتوا ان الثلاث دوائر اهم من بعض وما تبقاش واحده اكبر من الثانيه؟ وده لما كلام الناس يفرق معايا. اخر حاجه كلام ربنا لما يكبر معايا كلام حلو هيطلع فيا. تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترهب، الرب الهك سائر معك لا يهملك لا يتركك. تقول ما اقدرش، ما اعرفش، مش مكاني، يقول لك ما تقلقش انا معاك. الملاك ظهر له قال انا معك يا جبار البأس. ده جدعون لما قال انا الصغير في عشيرتي، قال له جبار بأس. لما يلاقي ان دايره ربنا قال لك جبار بأس، قدر يقوم ويحارب. وتراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. تعرف أن أنت محبوب حقيقي، ما يهمنيش حب الناس، ما يهمنيش حب نفسي، يحبني حب ربنا. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. كلام ربنا لما يكبر تعرف الحقيقة. وفي الآخر يشوع بيقول ما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب، لأن الرب إلهك معك حيث تذهب. دايرة ربنا لما تكبر هقدر أعرف حقيقتي وهعرف حجمي وأعرف رسالتي. معايا لغاية دلوقتي؟ سيلف استيم، يعني ايه سيلف استيم؟ كرامة النفس، الثقة في النفس. لا انا بالعافية سامعة المسكات عاملة اي كلام، قولوا اي حاجة. ديفاين سيلف استيم، يعني ايه سيلف استيم؟ تقديري لنفسي. حد هيقول حاجة؟ هي الطريقة اللي انا بشوف بيها نفسي، انا شايف نفسي ايه، مش تقديري لنفسي. تقدير دي كلمة يعني أنا بقدر، لكن أنا الحقيقة أنا شايف إيه في المراية. لما أبص في المراية أنا شايف مين، شايف إيه. ده self esteem، the way you see yourself, perceive yourself. self esteem ده حاجة نظرية علمية كده، ويا جماعة احنا بنتكلم في كلام فاتي ولا ده حقيقة مهمة؟ دي حاجة أساسية من الأساسيات الحياة الإنسان. it's a fundamental need. It's a need. It's not a want ولا حاجة كماليات في حياتنا ولا ده علم نفسي بنذكره وخلاص، لكن it's a need. البني آدم السوي اللي نامي في ثقة في نفسه بيفرق معاه كتير. Self esteem is a need. يعني موجودة من الهرم من حتة الهيراركي العالية في needs. بتيجي منين السلف esteem؟ بتيجي من self awareness. Self awareness لesteem لacceptance. بمعنى سيلف اويرنس كلمه واتقالت، كلمه عدت عليا واتقالت لي، اعرج الرجلين، امراه سامريه، رجل يهودي، كلمه واتقالت. الكلمه دي ممكن تبدا تعيد وتكرر، وكلمه في كلمه في كلمه تبدا تقول ايه، انا فعلا كده، انت جميله، انت جميله، انت جميله، انا فعلا جميله، انت كذا، انت كذا، انت كذا، انا فعلا كذا. الفكره كلها ايه؟ ان الكلمه اللي بتيجي دي سواء بوزيتيف او نيجاتيف بتبدا تاثر. جت اعرج الرجلين خليته يبقى ايه؟ كلب ميت. منين جبت الاكستريم من هنا لهنا؟ عشان انا ابتديت ايه؟ اديفلوب الفكره دي جوه قلبي، ان انا خلاص لا شايف ان انا مش كويس، وفضلت اقول لنفسي انت مش كويس، انت مش كويس، انت مش كويس، لحد ما وصلت لدرجه ايه؟ ان انا رافض نفسي، انا مش كويس، خلصت. لا انت حلو حبيبي، انت كذا، لا انا مش كويس، خلاص انا خدت القرار. فالكلام اللي بيتقال بيفرق. وطبعا هتقولوا لي طبعا العكس صحيح وكلنا متفقين. كلمه حلوه على كلمه حلوه هتعمل ايه؟ هتفرحني بنفسي، ومن كتر ما افرح بنفسي هيحصل لي ايه؟ هقبل نفسي، هيبقى عندي قبول. وده اللي كلنا بنعمله لبعض،
بنخلص الاجتماع بنبدا نرمي كلام في الهواء، كل واحد بيرمي كلام او بيقابل حد في الشارع بتدي كلام. الكلام اللي بيتقال ده بيفرق ولا ما بيفرقش؟ انا قلت كلمه ما خدتش بالي ان انا قلتها. لا، خدوا بالكم، كلمه صغيره على كلمه صغيره هتخلي، عارف اللي يقول لك القشه كسرت قصر ده، يعني انا قلت كلمه ما كانش قصدي حاجه، بس هو كان مستني الكلمه دي تعمل ايه، تهد السلف استيم او تهد السلف اكسبتنس او تبنيه وتحسسه بنفسه. السلف اويرنس الكلمه ترانزينت، يعني انا ممكن اقول كلمه وعدت، الكلمه اللي عدت دي كلمه وكومنت وخلاص. جي ابني من المدرسه، ماما في المدرسه قالوا لي ان انا ولد غلس. لا حبيبي، غلس ايه ده، انت زمك خفيف، انا بحبك جدا والولاد بيحبوك، مالكش دعوه باصحابك، ده هو ما كانش قصده او مش فاهم حاجه، كلمه وعدت. الولد هيتاثر كتير؟ مش قوي، لان ماما غسلت له الفكره دي تماما وكلمه ماما اهم، فكلمه وعدت ما فرقتش معايا. راح المدرسه تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، كل يوم صحابي يقولوا له انت غلس، واحد قال له غلس، تاني واحد قال له غلس، تالت قال له غلس، غالبا الفصل كله عدى عليه وقال له انت غلس. هيجي في يوم ويقول لنفسه ايه؟ ماما انت مش صح، اصحابي هم اللي صح، انا فعلا ايه؟ انا فعلا غلس. يبقى هو غلس. هي دي القشه، هي دي القشه اللي كسرته بقى، هي جت على اليوم ده. فهي كلمة على كلمة هتوصل لإيه؟ إنها تبقى خلاص أنا صدقت نفسي كده، دي المراية اللي أنا شفت نفسي فيها، يقولوها أنا ابتديت أشوف، أبص في المراية أشوف واحد غلس، خلاص أنا بقيت أبص في المراية لقيت إن أنا، لا أنا شايف واحد غلس. في يوم من الأيام هيجي يوم ويقول له تعالى اخرج معانا، اعمل معانا حاجة، لا 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 أنا مش قادر أجي معاكم، ليه حبيبي؟ عشان أنا غلس غالباً ومش هتتبسطوا معايا، أنا خايف أجي معاكم لحسن تقولوا أنا لاي. فيبدأ إيه؟ إن هو مش واثق في نفسه إن هو إيه؟ إنسان محبوب. وابتدى خلاص اقتنع ان هو ايه؟ غالبا بقى شخص غلس. فالاستيم الترانزيت الكلمه بتعدي كلمه عابره. السلف استيم لونج تيرم، بمعنى انا شفت نفسي واقتنعت بكده. السلف اكسبتنس هو البيرمننت، ودي اللي بتبقى اصعب، لما بتيجي تخدم حد او تيجي تتكلم مع حد يقول، يعني بيبقى في قاع ان هو مش طايق العالم ومش طايق نفسه ومش بيحب حد، ويبقى غالبا اللي هي المرحله الاخيره اللي هو ممكن يوصل لديبريشن ولدرجه السوسايد. لما تيجي تتكلم مع واحد خلاص قرر الانتحار تقول له لا حبيبي ربنا بيحبك، الرجوع صعب، يعني عشان تمسح البيرمننت بيكتشر وترجعها لونج تيرم وترانزينت اتس فيري هارد. فالطلوع السلم ممكن يبقى تحس ان انا ما خدتش بالي، لكن اللي بيوصل للسلم المرحله الاخيره اللي هي السلف دينايل ريفيوزل ده اتس فيري هارد تو كم باك. فايه الكلام اللي بيتقال اللي ممكن يبقى كلمه وترمت وكلمه وعدت، دي مش كلمه وعدت، الكلمه دي بتفرق، كلمه على كلمه هتاثر على حد. هناخد الكلام، احنا يا حلوين يا بنات بنحب الكلام الكتير وبنحب الكلام الحلو، شعرك حلو، خسيتي 2 كيلو، ايه الحلاوه اللي انت لابساها، ايه الفستان الحلو، الكلام الحلو ده بيعمل معانا ايه؟ بيفرق معانا، بالذات احنا بنات كلنا بنبتسم في الفته دي، بنروح البيت ابص في المرايه اقول ايه ده فعلا انا، ايه ده شعري فعلا حلو، ايه ده انا اللي لبسته النهارده ده جميل، اجي البسه تاني. دي كانت كلمه غالبا اللي قالتها لي كانت بتجاملني، يعني ممكن ما تبقاش حقيقه، لكن فرقت معايا. روحت بصيت في المرايه كنت فرحانه. ما تضربش نفسك، احنا البنات بنحب كده. وللاسف مع ولادنا الكلام فيري very fragile، يعني هم ارض very tender. احنا يا كبار كلمه قالت لي ممكن تفرق معايا ممكن ما تفرقش، والولاد اقل، لكن العيال ارض خصبه جدا، يعني يوم ما ابني يقول له حاجه حلوه هيفرح جدا، ويوم ما اقول له كلمه عابره كده هيتجرح جدا. فخلوا بالكم احنا بنتكلم مع مين، وممكن نقول ده الولاد الصغيره، بالعكس ده في ناس كبيره بتتعامل معامله الاطفال، في ناس كبيره محتاجين الطبطبه بتاعه الاطفال او محتاجين التشجيع بتاع الاطفال. فكلمه حلوه مش هتخسر، وكلمه وحشه مش كلمه ما خدتش بالي، كلمه وحشه بتفرق. فالكلمه زي ما بيقولوا سيف ذو حدين، هي حدين فعلا، وكل ما الارض كانت خصبه او كل ما الارض كانت مجروحه او طريه يعني رو، كل ما الكلمه هتفرق اكتر. اوكي، هديكوا اكزامبل كوره وهقول الفرق في الكلام ايه، يعني هي مش كلمه وعبيره، مش انا فرحت بنفسي النهارده وكرهت نفسي بكره. المستقبل اللونج تيرم، يعني عندي ابنين parent A و parent B هسميهم، parent A و B الاثنين ولدين صغيرين عمرهم ما لعبوا كوره في حياتهم، اخذوهم تمارين كوره يجربوا يلعبوا في الكوره، فاخذوا الولدين ابتدوا الاول اول تمرين لعبوا بتاع وروحوا في العربيه مروحين.
parent A ابتدى يجيب ابنه قال له انا شفتك لما عملت الباس الكرة لفلان ودخلت الجون ده انت كنت هايل انا شفت هنا وعملت ايه وابتدى يجيب له التفاصيل الصغيره اللي اخذ باله منها اللي كان فرحان بها قوي وابتدى ايه يشجع ابنه ان هو ايه عمل تمرين هايل وابتدى يلعب لعب حلو قوي وانت لعيب هايل. الولد الثاني في العربيه بابا ما نطقش ولا كلمه وما قالش حاجه الاب ما لا مدح ولا كسر بابا انا لعبت كويس النهارده اه يا حبيبي بابا شفتيني لما دخلت الجون في الفلان اه يا اوكي ماشي بابا لما عمل الولد عمال يعمل ايه بيعمل ايه بيشحت الكلام من بابا المهم بابا ما ادالوش وش قال له اه اوكي ماشي انت كويس انت بس انت عشان تبقى تدخل اي منتخب او اي فريق قدامك سكه طويله شد حيلك حبيبي يلا باي. الولدين دول كبروا الاب الاولاني يدور على اصغر موقف في ابنه عشان يمدحه فيه والتاني ماشي مش بيهد فيه لانه اب بيحب ابنه لكن مش بيديله المدح كتير. الولدين دول كبروا وبقوا خدام او بقوا ناس في مجتمع وجم يقولوا احنا عايزين نعمل نشاط عايزين نعمل خروجه عايزين نعمل حاجه فقالوا له طب نعمل فريق كوره للخدام للمخدومين بتوعنا مين اللي من الاثنين دول هيرفع ايده ويقول انا هعمل الفريق وانا هشجع الولاد ويلا نعمل حاجه اللي كان متشجع من بابا غالبا المستوى ما فرقش الاثنين نفس مستوى الكوره يعني احنا ما بنتكلمش ان واحد شاطر في الكوره واحد خايف في الكوره الاثنين نفس المستوى لكن الولد اللي اخذ الانيشيتيف ان هو عايز يبقى ليدر اللي عايز يتكلم يشجع ناس او عايز يحس ان هو يقدر يعمل حاجه كان الولد اللي اخذ ايه المديح من بابا. فالمديح النهارده اي فرحني اي هديني لكن مش بس كده ده بيخلي ولادي يثقوا في نفسهم ويبقوا ليدرز في المستقبل وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين المجتمع ياثر عليهم او احنا نبقى متاثرين بيهم عايزينهم هم اللي ياخدوا الانيشيتيفز ويبقوا فده ده اللي يخليهم واثقين. هحكي لكم قصه تضحكوا بما ان انتوا على موضوع ان الانيشيتيف يخلي ان الليدر يبتدي. كنا احنا في اولى ابتدائي وعملنا مسرحيه بتاعه الميلاد فاول مره اطلع على المسرح ونجمه المسرح اخذت دور ايه المجوس الصامت فالمهم كنت دور المجوس وما عملتش ولا كلمه يا دوب دخلت حطيت الهديه قدام المولود وخرجت ده كان الدور التمثيل بتاعي. خرجنا طبعا العيال عارفين لما بيخرجوا من المدرسه الاحد في اولى ابتدائي بقى والاهالي كلها مستنيين برافو التمثيليه حايله المسرحيه فظيعه تمثيلكم كان عظيم مش عارف ايه. طبعا انا عبال ما وصلت من مكان المسرح لحد اخر الكنيسه غالبا كل بيرنت عديت عليه قال لي التمثيل هايل. انا خرجت يوميها ايه مستنيه عقد التلفزيون عقد الاذاعه والتلفزيون انا كنت خارجه مستنيه العقد يتكتب انا حسيت ان انا اعظم ممثله في الدنيا خلاص. المهم بعدها بسنتين ثلاثه جم تمثيل في المدرسه مسرحيه فقالوا يا جماعه عايزين ناس تمثل فطبعا مين اول حق واحد يحط ايده انا ممثله هايله انا مثلت دور وكنت فظيعه وقالوا لي ان انا كنت هايله ومفيش واحد من البيرنتس قال لي ان انا ما عملتش دور كويس فكنت ايه بكل ثقه رفعت ايدي وقلت هاخد دور. قالوا لي تاخدي انهي دور طبعا دور البطوله لان انا من الابطال اللي مثلوا اخدت دور البطوله مش عايزه احكي لكم عملت فيه ايه خليه نزلوني من على المسرح في نص المسرحيه من كتر ما ايه ضيعت الدنيا. بس وقتها كنت حاسه ان انا ايه انا اعظم ممثله من ساعتها كانت الادوار الصامته هي سكتي عرفت حقيقتي في التمثيل. بس وقتها وانا في رابعه ابتدائي كنت فارق معايا الدنيا فارق معايا خايفه قالوا عليا هيقولوا عليا اخدت الانيشيتيف ان انا بقول ان احنا لما بيبقى الواحد فرحان بنفسه بسبب الكلام بيبدا ياخد انيشيتيفز يبقوا ايه من الليدرز اللي هم يبداوا يرفعوا ايديهم ما بقاش خجول طب مش متاكد ارفع ولا ما ارفعش. عارفين الناس دي اللي هو طب انا كويس بس مش عارف انا كويس قوي ولا مش كويس قوي. بلاش نبقى كده واحنا بنعمل كده في اولادنا خلاص ارموا الكلام ده كله بقى في الزباله نبدا من جديد. هسالكم سؤال do repetitive positive comments always lead to high self esteem يعني انا لو كل ما اقول لكم كلام حلو زي ما انا لسه فرحانه بنفسي does it always lead to positive self esteem yes و no مين قال yes positive always gives positive self واحد بس ايه يا جماعه ما احنا لسه قايلين دلوقتي عمل فيا ايه البوزيتيف الكلمتين الحلوين عملوا فيا ايه الشر ده يا جماعه الكلمه الحلوه بترفع طبعا صح ولا غلط الكلمه الحلوه بترفع مين اللي بيهز رايه طب اللي بيقول لا ارفعوا اقفوا اللي بيقول لا اقفوا لي بوزيتيف اند ترو لا انا مش بتكلم كده انا ما بنكدبش وما بنبكش على حد حقيقي يعني انا شفت حاجه حلوه وابتديت امدحها صح طيب مين بيقول ان البوزيتيف كتير مش بيأثر على بوزيتيف سيلف استيم
انت واقف تقول ايه؟ امال عايز تقول ايه؟ طيب طب ادوني الاكسبشن، ادوني الاكسبشن، انا عايز الاكسبشن. طب ادوني الاكسبشن، ادوني الاكسبشن يا شباب. سوري، هو الفكره ان السؤال غير شرحه. السؤال غير شرحه. Do repetitive positive comment always lead to high self-esteem؟ مش لما شفت حاجه حلوه علقت عليها، لا، هو الكومنت في حد ذاته. لما شفت حاجه حلوه، لانه في ناس ساعات ممكن تعلق عشان ترفع من حد بحاجه مش فيه. لا انا بكلم، انا دلوقتي سمعت بوزيتيف 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 10 بوزيتيف 20 بوزيتيف، انا هحس بثقتي في نفسي؟ لو اللي بيمدحني ده بيمدحني على حاجه فعلا فيا، طب ما انا مش عارفه. انا اتقالت لي انت ممثله هايله. انا ما عرفتش انا ممثله هايله ولا لا. انا عرفت بعد كده ان انا مش ممثله. بالعكس، مش عارفه اوصل. ان حد يحس انه سيلف استيم وتتقلب بعد كده الغرور. حلو. فدي يعني احنا، طب انا مش هوصل لغرور ومش هوصل للحته دي لسه. انا دلوقتي انا فرحان بنفسي من كتر الكلام الحلو، ولو اتقال لي كلام وحش هنزل. يعني بوزيتيف بلس بوزيتيف بلس بوزيتيف ايكوالز بوزيتيف بوزيتيف، ونيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف ايكوالز نيجاتيف. حلو، احنا مش سرمين الورقه ورميناها في الزباله. تعالوا معانا. بوزيتيف 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 ايكوالز تو بوزيتيف، هيبقى سوبر هيرو خلاص. انا يعني محدش يكلمني، الغرور والارض نهدي، صح؟ محدش عليك. طيب مين المثل اللي كان عكس كده؟ المراه الايه؟ المراه الكنعانيه. المراه الكنعانيه دي منين؟ من كنعان. المجتمع قال لها ان انت من كنعان. اليهود بيعاملوا الكنعانيين؟ لا. لما قابلت المسيح قال لها ايه؟ انت مراه ايه؟ كنعانيه، صح؟ ومش بس كده، اداها نيجاتيف بقلمين، قال لها ايه؟ ليس جيد ان تؤخذ طعام الابناء ونلقيه لمين؟ كده. وجايه من مين؟ من السيد المسيح نفسه، اللي هو بيقول لك انا جاي للخطاه والعشارين، ومحب محب للخطاه والعشارين، ومحب طول انا، والمسيح جاي يشفي امراض، وجاي تقول عليا ان انا كلب ومش هتديني اللي انا عايزاه. انا لو مكانه، لا انت مسيح ولا انت كويس، وجاي تبشر وتقول للناس ان انت انسان صالح بتحب، ده انت لو بتحب كنت قلت، ما كنتش قلت كلمه زي دي. ازاي تكلمني كده؟ او انا عملت ايه غلط عشان تقول لي كده؟ او ايه الرياكشنز اللي ممكن تطلع ان انا جايه لواحد اللي هو بيقولوا عليه المسيح، اللي بيقولوا عليه محب الخطاء، ويتقال عليا كلمه زي دي؟ هيحصل فيا ايه؟ احباط، يا اما هنفعل بانفعال عجرافي اللي هو هزعق واتخانق واقول ده، او هغلط فيه اقوله واسيب له المكان وامشي. ادى المسيح اللي انتوا بتتكلموا عنه، ادى المسيحيه اللي انتوا بتبشروا بيها، لا انتوا عارفين تبشروا ولا عارفين تعيشوا، وانت بتقول ان انت بتحب العشاء والخطاه، وانا جايه لك وبتقول عليا من الكلاب. يعني ممكن كلام كتير يتقال من واحده زي دي في كلمه اخذتها اولموست قلمين على وشها، صح؟ صح ولا لا؟ يعني ده بوزيتيف استيم ولا نيجاتيف استيم؟ ده كومبليت نيجاتيف، يعني اولموست ضربها قلمين قدام الناس كمان، يعني ده علني، ده مش حاجه بيرسونال. يعني قالت له لا مش مهم، انا عارفه نفسي، انا واثقه من نفسي، بس انا عايزه اللي انا عايزاه، انا عايزاك تشفي بنتي. سيبك بقى من اللي بتقوله، انا ما يهمنيش قلت عليا جود اور باد، ما يهمنيش انت رفعتني ولا نزلتني، المهم ان انا عايزه ايه. ايه نوع السلف اكسبتنس اللي هي فيه؟ ايه نوع السلف اكسبتنس؟ عالي، ما يتهزش. حد قال لي كلمه حلوه، قال لي كلمه وحشه، ما تفرقش معايا، ما تفرقش، ما تهزتش، ما حد ما قالتلوش ازاي تقول لي، ولا هو انت شايفني، ولا دخلت في دايره وخبت نفسها وقالت ازاي، هو انا فعلا كده، هو انا فعلا فيا حاجه وحشه، هو انا فعلا ما استاهلش، ما تاثرتش. ماشي، بس كان لازم يهينها، كان لازم يقول الكلمه دي قدام الناس، كان ممكن ما يقولها مش هديكي. بس ده اللي انا عارفه ان ده الهدف، وده الهدف المسيح. بس انا بتكلم انا من نظره المراه الكنعانيه، اللي انا ما اعرفش حاجه تانية ورا القصه، ما اعرفش. انا انسانه كنعانيه، عارفه ان انا كنعانيه، وعارفه ان انا ما استحقش، بس انا رايحه واقول له لو سمحت اديني حاجه،
ده ما قاليش لا وخلاص، ده كسفني واحرجني قدام الناس كلها. يعني ده مش بس يعني بمد ايدي وقال لي لا بعدين، ده اهني قدام الناس كلها. فطبعا اتس ان اهانه ماشي، بس مهما كان انا اتهنت بابليك، انا حد قال لي كلمه بابليك قدام الناس كلها كويس. وفي ناس اعلى وما عندهاش السلف استيم ده، يقول ازاي تكلمني كده وانت يعني بسهوله ممكن تتهز. المهم ايه، ان بوزيتيف بوزيتيف داز ات ايكوال ايكوال بوزيتيف، يس، بس ساعات ما تتهزش. انذر اكزامبل، ميرور ميرور اون ذا وول، مين اللي قال الجمله دي؟ اللي بيحبوا الكرتونز، الساحره الشريره. ثانك يو. فلما السؤال بتاعك كل ميرور ميرور اون ذا وول هو از ذا فيرست اوف ذا مول، كانت المرايه بترد عليها تقول لها ايه؟ My queen, you are the most beautiful. تمام؟ سنو وايت، القصة اللي يعرفوه سنو وايت 17 سنة قبل ما سنو وايت بلغت انها تبقى سيدة، 17 سنة الساحرة دي بتقف قدام المراية لمدة 17 سنة يوميا تسأل المراية مين أجمل واحدة، والمراية ترد عليها تقول لها ايه؟ انت أجمل واحدة. فتخيلوا معايا بيبي النهاردة، مين مع بيبي؟ ورا البيبي مش عارفة مين في البرام، بنوتة صغيرة زيرو ييرز لمدة 17 سنة جايين يا جماعة، كل ما تشوفوا البنت دي كل واحد فيكم يقول لها انت اجمل بنت في الدنيا. خلاص لو اتفقنا على الاتفاق ده، البنت تمت اجمالاتها 17، هتيجي تكلمنا تقول لنا ايه؟ مش هتكلمنا اصلا غالبا، صح؟ 17 سنة الناس بيقولوا لها انت اجمل واحدة في الدنيا، هتيجي تعمل ايه اكتر من كده؟ ميس يونيفرس، مظبوط. فلما تيجي الساحرة تقول لها 17 سنة عايزة ايه؟ انا بخاف من اسئلتك يا انجي. انا هرجع للحته بتاعت ليفل 2، الكلام بيجي ده ترانزينت، انا باخده اعمل بيه ايه، هو ده اللي بيفرق. اللي انت بتقولي كلمه وعدت عشان انا عقلي بروسيست وقلت ان ده كلام حقيقي، ولا بروسيست وقلت ده كلام فاضي، ده اللي بيرجع للسلف استيم. ذا واي يو بروسيس المعلومات اللي بتجيلك هي اللي بتفرق. انا اتقال لي ان انا جميله، اي بروسيست وصدقت وحسيت ان انا فعلا جميله، او حد ناس تاني قالوا لي جميله اي بروسس، قلت لا يا جماعه ده كلام فاضي، في ناس احلى مني بكتير، ده بس بيمدحوني وبيرفعوا معنوياتي. ذا واي اي ريسيف اند بروسس هو اللي بيعمل ايه؟ السلف استيم. فانت سمعتي كلام حلو كتير، الطريقه اللي انت عقلك بيقول لك عليها، اللي انت بتشوفي نفسك بيها، هو ده اللي بيفرق. فهي الكلام، انا عايز اوصل للنقطه ان هو الكلام كلام، الكلام كلام، انا بسمع زي ما بسمع، انا بعمل ايه بالكلام هو اللي بيفرق. المرأة الكنايعة سمعت كلام ما فرقش معاها، الساحرة الشريرة سمعت كلام ما أثرش عليها. إحنا بنسمع كلام ساعات بيأثر وساعات ما بيأثرش، فهمتوا؟ فهي أنا بعمل إيه بالكلام هو اللي مهم. فهنا ما فرقش معاها الكلام، سوري 17 سنة بتسمع التكرار، لكن ما جه في يوم الواحد اللي قالوا لها إن في حد أحلى منك اللي هي سنو وايت، حصل لها إيه؟ اتشالت واتحطت والجنان نزل عليها كله، وجلسي مش طبيعي موتوها لي حالا. فدي الحقيقه اللي ايه؟ اللي بانت من جواها. طب واي؟ واي ليه لو كل البوزيتيف مش بيرفع والنيجاتيف مش بينزل؟ لان السلف استيم بيجي منين؟ بيجي منين السلف استيم؟ من جوايا. It's your decision. مش بكلام الناس، مش الناس قالت لي كلام حلو فانا فرحت ومحدش بيديني كلمه حلوه ولا حد بيديني ريق ولا حد بيديني وش. مش مهم كلام الناس، انتوا من جواكوا في ايه؟ It has to come within. والاكزامبل اللي هنا بقوله ان اللي عندهم بنات هيحسوا بالمشكله دي، مشكله البنات، ان في اللبس بتيجي البنت بتبقى لابسه فستان جميل او طقم في منتهى الجمال، بقول لها حلوه قوي، تيجي لابسايه من حد كل الناس يقول ايه الجمال ده، الفستان ده حلو قوي، الفستان ده حلو قوي، تروح البيت تقلعه تقول لي اي دونت لايك ات، اتس نوت بريتي. يا بنتي الناس كلها قالت لك عليه حلو، ازاي اعمل ايه اكتر من كده؟ انا قلت لك عليه حلو، بابا قال حلو، كلنا قلنا حلو، الناس كلها شافته وقالت لك حلو، ليه شايفاه؟ لان هي مش شايفاه حلو، خلاص اتس دان، قول اللي تقولوه، الكلام بيجي من جوه.
السلف استيم بيجي من جوه. السلف استيم بيجي من جوه. فالكلام كله ايه؟ يتقال اللي يتقاله بيجي لازم يجي من جوه. الاستيم بيجي. المجتمع هيقول وانا هقول والاثنين دول مع بعض هيعملوا ايه؟ ماي سيلف استيم. المجتمع يقول لوحده مش هيفرق معايا، انا اقول لنفسي ومش هيفرق كتير، مع بعض هيفرق، وكلامي انا لنفسي هو ده المؤثر الكبير. سيلف توك از كريتيكال. بنقول ايه لنفسنا؟ ببص في المرايه بقول ايه لنفسي؟ بقول لنفسي كلب ميت؟ بقول انا فعلا اعرق؟ بقول انا فعلا في عيوب؟ ولا بقول انا كويس وانسان ناجح او ربنا او ليا فرصه في النجاح؟ سيلف توك از كريتيكال. ببص في المرايه بقول ايه؟ عقلك هو اللي مضيعك. حد سمع الجمله دي؟ مش هزار. عقلك هو اللي مضيعك في الحقيقه، في النفسيه او في الشخصي، في شخصيتي او في كياني، عقلي هو اللي هيضيعني. لما تقول لنفسك I can't do it، تقول لنفسك ايه؟ I can do it. وهو ده عقلك، سواء تقدر تعملها او ما تقدرش تعملها، مين اللي هيقرر؟ زميلي اللي هيمدحني ويشكر فيا، ولا مامتي اللي هتقول لي I can do it؟ مش هتفرق كلام الناس في الفتره دي. انا I say I can do it، I will do it. ما قدرت اقول لنفسي you can't، you can't. فالاكسرسايز اللي بيقوله لك دايما قول بوزيتيف لنفسك. Always change your negative talk to positive talk. بلاش الكلام المحبط لنفسك. ما تقولش I'm broken، انا 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 خاطي، او انا فاشل، انا بخف، انا بتوب، انا ليا فرصه. خليكوا بوزيتيف مع نفسيكوا. I hate how my body looks. مش مهم. I am thankful for my body. I'm thankful for who I am. I'm thankful for God's creation. خليكوا بوزيتيف مع نفسكم، لان ساعات النيجاتيف اللي انا بقوله لنفسي هو اللي ده اللي بيدمر، مش اللي بيقولوه الناس. The difference between I can't do it اللي هو انا واثقه في نفسي، او سوري I can't do it اللي هو انا واثقه في نفسي، او كبريائي عالي انا شايف نفسي، واللي هي المضاد بتاعها انا صغير في النفس، صغر نفس، او متواضع، انا لا انا ما استحقش، او ما انا ما اعرفش عشان انا متواضع. لا يا جماعه، الحقيقه كلها انا اقدر في المسيح. ربنا هو اللي بيديك القوه. اقدر او ما اقدرش، شاطر او مش شاطر، دي انا بقول لنفسي فيها، لكن التكمله فين؟ التكمله ربنا هيكملها لك. هتقدر تعمل، وده مش كبرياء. لما اقول I can do it، I am pretty، I am good، ده مش كبرياء. Practice daily words of affirmation. ده اللي يعمل كوتشنج او اللي يحس انه بيسمع الحاجات اللي يقول لك كل يوم الصبح، ده تمرين بيطلبوه من الناس. يعني ده عشان سمعته، تصحى الصبح تبص في المرايه وتقول five words of affirmation. يقول لك كده تبص في المرايه تقول I am واحد من دول. It's gonna be a good day. I am loved and cared by God. I am beautiful and happy. تبص في المرايه تقول لنفسك كده، ده اللي بيقولوه لك. تبص في المرايه تقول I am special in God's with God's talents. I am happy. I am successful. I am loved. لما تقول لنفسك كده بتبقى كده. وده actually it is a required exercise في الناس اللي بيعملوا coaching. يعني يقول لك الصبح لازم تقول، يعني تصحى الصبح تفطر تشرب كوبايه الميه اللي على الريق، بيقول لك كده، وتقول خمس كلمات affirmation for yourself. وده اللي بيعمل المايند سيت ان انت هتبقى ناجح النهارده. It will be a good day. It will be a successful day. I am a good person. ولما تقول لنفسك حاجات حلوه هتبدا تصدق ان انت انسان حلو. وده مش كذب، ولا ده رياء في نفسي ولا ذاتي، لان ده حقيقه ربنا. ربنا لما خلقنا قال علينا ايه؟ حسن جدا. لما خلق الخليقه كلها قال حسن، ووقف عند حسن، لكن جه عند الانسان وقال حسن جدا. يعني God created us ايه؟ perfect. فما فيش فينا عيوب. ف you can do it، مش I won't do it or I can't do it. Love yourself to be raised، عشان تقدر تقوم تعمل حاجات. To be a leader، to be a guider، to be an influence، عشان تبدا تاثر على حد، you have to start with yourself. لازم تبتدي تحب نفسك. وما فيش حد فينا ناقص، لان بولس قال ايه؟ انكم لستم ناقصين في موهبه. ما فيش موهبه ناقصه. ما تقولش انا ماليش موهبه، او انا مش قادر، او انا ما فياش صفات كويسه، او انا مش متكلم زي فلانه، او انا مش حلوه زي فلانه. ما فيش حد فينا ناقص موهبه، كلنا كاملين. الحته دي مهمه، لان دي احنا كاهالي هتفرق معانا. Watch out for pre-earthquake tremors. عارفين لما الزلزال بيحصل، قبل الزلزال بيحصل في ايه؟ قبل الزلزال في ايه؟ يا ما ركزوا، العيال هيدخلوا دلوقتي ولا لسه ما خلصتش. قبل الزلزال في ايه؟ في تريمرز، في زي ذبذبات خفيفه
تبدا تقول ايه ده، هي النجفه بتتهز ليه، هو في ليه حركه خفيفه، وبعد كده فجاه بتلاقي ايه الزلزال والعمارات بتتهد والبيوت بتتكسر والدنيا بتخرب. ايه نوع الترامرز اللي ممكن اسمعها لو مامتك لو ابنك جالك وقالك مام دو يو لاف مي؟ السؤال الاجابه بتاعته هتبقى ايه؟ يس اي لاف يو. غلط. السؤال مش يس اي لاف يو، السؤال واي ار يو اسكينج مي ذات كويستشن؟ هو ليه بيسالني انا بحبه؟ هو انا ليه شك في حبي ليه؟ هو انا مش بحبك؟ هو انا مش بقدم لك الحب اللي يستاهل؟ هبدا احس ان ابني فيه ايه، شاكك في حبي، يا اما مش حاسس ان هو ايه محبوب. فما تبقوش تجاوبوا السؤال، فكروا في السبب. Can you see my new haircut؟ يا رجاله يا حلوين، انت شايف القصه الجديده، شايف البلوزه الجديده، شايف الفستان الجديد؟ الست مراتك عايزه منك ايه؟ عايزك تحس بيها انها ايه. هقول اسرار الستات دلوقتي. عايزك تحس لما جوزك يجي يسالك انا عملت في الشغل وسويت في الشغل وقالوا لي وادوني شهاده تقدير والكلام ده، وقعد يرغي عن شغله، وانت تقولي له ما تصدعنيش، انت بتتكلم كتير قوي عن شغلك، كفايه شغل. هو جاي ياخد منك ايه؟ ياخد منك تقدير. فحسوا بالبري تريمرز، لان الكلام ده مهم. لما يجي حد يسالك سؤال ما تجاوبش وخلاص، مش جاي يشحت منك كلمه مديح، ده فعلا محتاج كلمه مديح. You could have said something nice. كان ممكن تقولي كلمة حلوة. ده ابتدى ايه الليفل التاني بقى. هي ابتدت حلوة وبتسألك بذوق، دلوقتي بقى بترد وبتقولك كان زمانك قلتلي حلوة، انا واقفة بطبخ طول النهار في المطبخ ومش عارفة ايه، مفيش كلمة حلوة تقولها لي. او وانتي كان ممكن تبيني شوية اي تقدير او اي تعب، انا تعبان في الشغل. لما التون ده يعلى، بمعنى ان هو كان طلب قبل كده appreciation او طلب تقدير وما حصلش، ودلوقتي التون عالي، كل دول pre-tremors. يزيد يزيد يزيد، يحس ان مراتي ما بتقدرنيش، جوزي مش شايفني حلوه، ما بيحبنيش، انا ما جوزي ما بيحبنيش، مين هيحبني؟ ابتدى المستوى يعلى بايه؟ اذا هو ما حبنيش يبقى مين هيحبني؟ ومين هيحبني ليه؟ هو انا فيا ايه حلو؟ فهمتوا الدرجات بتتعالى ازاي؟ فخلوا بالكم من الحاجات الصغيره، وكمان لاولادنا اكتر، لان هم دول ايه؟ زي ما قلت الارض الخصبه الخفيفه. دي احصائيه، it's sad to acknowledge ان 85% of the population، اللي هو معنى 4 في كل 5، يعني احنا لو عدينا 1 2 3 4 5 الخامس عندهم low self esteem. yeah it's a bit harsh، يعني really كل 4 عندهم low self esteem قصاد واحد، معقول؟ هتيجي تقولي that's not true، بعدين so what، يعني ده انا مش شايف ان دي حاجه حقيقيه قوي. الرياليتي ان انا لو ما عنديش self esteem ما بقدرش اقدم ايه my full potential that I'm created. ربنا خلقنا الهدف لرسالة، انا لو ما عنديش السلف استيم ده الرسالة دي مش هتتحقق، وغالبا مش هعرف اقوم باللي ربنا طلبه مني. ربنا كان خلقه ايه؟ ملك. remember معاش عيشة الملوك. مش بس كده، بيأثر فيا. في الانجيل في اكزامبل اتنين كان السلف استيم بتاعهم مختلف تماما، والاتنين اخطأوا، واخطأوا لنفس الشخص، يهوذا وبطرس. يهوذا لما اخطا وبطرس اخطا، الاثنين اخطاوا لمين؟ للمسيح، نفس الشخص، وغالبا نفس الخطيه في مستوى، واحد باع والتاني انكر، يعني الاثنين ايه سابوا المسيح وجريوا، او ما صدقوش ان هو المسيح فسابوه. فالاثنين ما اقدرش اقول ان خطيته اكبر من الثاني، وما اقدرش اقول ان لحد اخطا لحد ده حنين وده الشرير. فالخطيه الاثنين نفس الشخص، الاثنين اخطاوا للسيد المسيح، والاثنين كانوا مختارين من السيد المسيح، والاثنين كانوا من التلاميذ، والاثنين كانوا في مستوى نفس الخطيه. ليه بطرس تاب وليه يهوذا قتل نفسه؟ ليه يئس؟ ما عنديش سيلف استيم. حفظت الجدول، حفظت الدرس دي، برافو يا نور. هايله. انا متخيله يهوذا وقف قدام نفسه وقال انا ازاي عملت خطيه كبيره كده، لا يمكن المسيح يقبلني، لا يمكن يقبل توبتي، لا يمكن يسامحني، انا ايه؟ انا ما حدش هيقبلني بعد كده، انا هوري وشي للناس ازاي؟ انا هعيش في المجتمع ازاي؟ الموضوع كبر، كبر في دماغه، حصل له ايه؟ قال لا انا احسن اموت نفسي. بطرس في العكس قال ايه؟ انا غلطت لكن المسيح لسه بيحبني وانا بحبه، هتوب. وجي المسيح وقال له اتحبني؟ قال له احبك فتاب. ايه اللي خلى ده يتوب وايه اللي خلى ده يقتل نفسه؟ ان هو ايه؟ ما صدقش ان هو ايه محبوب، ما صدقش ان هو مقبول، ما صدقش ان هو، عشان هو رافض نفسه. اذا انا ما قابلتش نفسي هقوم واتوب ولا لا؟ الابن الضال
لما جه الاب قال له لما وقف سوري مش قال له وقف في نفسه وكلم نفسه اللي هي السيلف استيم، انا بكلم نفسي اللي هي الليفل 2، اقوم واذهب الى ابي واعترف له. جه الشيطان قال له ايه ابي ايه اللي انت رايح له دلوقتي، وابي ايه اللي هيقبلك بخطيتك اللي انت فيها دي بعد اللي انت عملته في ابوك ده، ليك عين تروح تقابل ابوك؟ الكلام ده لو كبر وصدقه، عشان انا محدش قابلني في المجتمع، ابويا هيقبلني؟ ده كل الناس قالت عليا كذا يبقى اكيد ابويا هيقول عليا كذا. والكلام الغلط ده لو كبر في دماغي هيحصل لي ايه؟ لا يمكن اتوب، لا يمكن اقوم واذهب الى ابي، ابي ده حنين وبيحبني وهيرجعني، لكن مش مهم انا مش هوصل للمرحلة دي. في حياتي الروحية هتقف فين؟ عند الخطية. التوبة هتبقى صعبة قوي عليا عشان انا ما قبلتش نفسي، فمش ربنا مش هيقبلني. الآية دي لما ربنا كتبها شعارات all over the internet، الصور بأشكال والوان وصور وجميلة، الآية بتقول ايه؟ حد شايف الآية؟ love yourself as you love your neighbor، صح؟ اللي هي ايه؟ المعلم اي وصية هي العظمى في الناموس؟ قال له ايه؟ تحب الرب الهك بكل قلبك وكل نفسك، هذه الوصية الاولى، والعظمى والثانية مثلها اللي هي ايه؟ تحب قريبك كنفسك. هو ربنا عايزني احب قريبي زي نفسي ليه؟ عشان ايه؟ عشان انا هختار لنفسي احسن حاجة، صح؟ ليه ربنا عايزني احب قريبي زي نفسي؟ يا جماعة شدوا حيلكم، ده الطبيعي، ده الطبيعي ان انا بحب نفسي، فبالطريقه المستوى اللي انا هحب بيه نفسي بيه، لو حبيت غيري بيه يبقى انا اديته قمه الحب. طب الايكويشن دي لو اتقلبت، if I don't love myself يبقى هيحصل ايه؟ مش هحب قريبي، then I will not love my neighbor. طب انا لو ما حبيتش my neighbor يبقى حصل ايه في الوصيه دي؟ ادي اول وصيه كسرتها. فعرفتوا ليه ان انا لازم احب نفسي في الاول؟ مش حب ذات ولا كبرياء ولا ذات ولا الكلام اللي احنا بنسمعه في المجتمع عشان احنا مجتمع متواضع، لكن هو عشان انفذ وصيه ربنا اللي هو احب قريبك كنفسك، انا لازم احب نفسي في الاول. ما اقدرش احبه لو انا كاره نفسي، هحب قريبي ليه؟ اذا انا نفسي ذاتي مش حب نفسي ولا قابل نفسي، هحب قريبي ليه؟ رايت حبيبي، ستيتمنت دان. النقطه الاخيره اللي بعدها، whose fault، ذنب مين؟ لما ما في بوشس وقع على الارض ورجليه كسرت وبقى اعرج طول عمره، كان ذنب مين؟ كان ذنب الحضنه بتاعته. النيرس هي الحضنه هي اللي وقعته، معلش انا ما كملتش تعليمي فمش كل السلايدز بالعربي، ام سوري. انا اللوم على مين؟ ان ما في بوشس عاش طول عمره كاعرج مشفوق عليه في بيت حد بيشفق عليه في لودبار، ذنبه يعني هو كان مولود، يعني هو كان اختياره، كان ذنبه مش ذنبه، يعني it's not his fault، بس هو كبر كده وتعمل كده. في حاجات كتير في حياتنا it's not my fault، انا عندي عيوب فيا ماشي، بس it's not my fault، يعني مش ان انا عملتها في نفسي ولا انا قلت لنفسي قدام المرايه حاجات نيجاتيف فبقيت نيجاتيف. في حاجات it's not my fault. It's very very easy to blame. والجملة اللي بتقولك it's easy to blame being lame، lame بالإنجليش اللي هو أعرج الرجلين. فit's easy to blame being lame. وطبعا روبرت كيوساكي قال when people are lame، يعني people مش عارفين يعملوا حاجة، they love to blame. حد حس بالإحساس ده؟ لما بعرفش أعمل حاجة بلوم، أصل هم ما عملوليش، عارفين الكلمة دي؟ أصل هم. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك، قال له الملك إيه؟ ده ما في بوشس في إصحاح 19، هقراها على طول. ده قدام يعني بعد كده لما دخل البيت الملك وعاش عيشة الملوك، ما في بوشس بقى ابن الملك وعاش في الملك واخد الملك كله واخد الاراضي واخد كل حاجة وبقى عنده عبيد، يعني ما في بوشس داود اداله عبيد اللي هو سيبا وكل ولاد عيلته. فلما جاء الى اورشليم لقاء الملك، داود راح للحرب، وبعد كده وهو راجع قابل ما في بوشس بيقول له انت ما جتش الحرب معايا ليه يا ما في بوشس؟ فبوشس رد عليه قال له ايه؟ فقال يا سيدي الملك ان عبدي قد خدعني. ده ما في بوشس بيقول على سيبا اللي هو العبد بتاعه، عبدي خدعني. تخيلوا بقى الملك اللي هو مفروض ابن الملك بيقول انا عبدي خدعني، يعني اتس فيري، يعني انت بتتكلم ازاي؟ ده انت الملك، يعني ايه عبدك خدعك؟ وقال شد لنفسي الحمار فاركب عليه واذهب للملك لان عبدك اعرج. معلش اصل عبدي خدعني وانت عارف ان انا بقيت اعرج، وانا اعرج ما قدرتش اجي معاك. طب ما انت كان ممكن تقول له شيلني او وديني او اعمل، يعني كان ممكن حلول كتير. فلما قابل داود بدل ما يقول له انا ما جيتش معاك ليه، ابتدى يديله ايه؟ يديله اعذار.
وهو ابتدى يعيش عيشة دي خلاص بقى هو المايند سيت بتاعه ان هو اعرج ومشفوق عليه طول عمره وحياته كلها شكل بالشكل ده. فابتدى لما ابتدى يطلبوا منه حاجات يعيشها عيشة الملوك قال له لا انا ما اقدرش اصلا العبد بتاعي خدعني. Really? It's a very lame excuse زي ما بيقولوا. وكمان انا اعرج رجليه فما قدرتش اجي معاك. فابتدى يديله اسباب. It's easy to blame. واحنا بنعمل كده دايما بنقول if only. لو هو كان عمل لي كان انا عملت له. لو هي كانت قدمت او عملت كنت عملت. لو خادم مدارس الاحد سال على ابني ما كانش ابني جراله كذا. لو كان ابونا جه افتقدني انا ما كنتش عملت كده. It's very easy to blame it's very easy to say if they then I wouldn't. هقول انا كده علشان هم ما عملوليش، هم ما افتقدونيش، هم ما سالوش عليا، هم ما بيحبونيش، اصل هم ما عزمونيش على الخروجه، اصل هم ما خدونيش معاهم في المجموعه. Very easy be careful. والناس اللي بتبقى كده وانا مش عايزين نبقى منهم بس it's easy لما انا مش حاسس ان انا محبوب الكلام ده بيطلع بسهوله، ولما ابقى حاسس ان انا محبوب وقابل نفسي الكلام ده ما بيفرقش معايا. التريجر هنا again ارموا الصفحه اللي بعدها. Don't let your circumstances control you, you change your circumstances. انا اعرج الرجلين it's okay مش ده اللي هيعطلني ان انا ابقى ملك، مش ده اللي هيوقفني. ما تخليش ظروفك تعطلك. Examples طه حسين وهيلين كيلر عمي وداف وظروفهم كلها ضدهم وقفوا وقالوا انا ما اقدرش اتعلم ما اقدرش اسافر ما اقدرش ابقى تاع ده بقى وزير التعليم منين انا ابني مش عارفه انجحه ابتدائيه وده اعمى وكفيف وبقى وزير تعليم. Don't let your circumstances stop you. ما تقولش يا عيني يا نفسي يا غلبانه يا اختي يا عيني على بختي الكلام اللي بنسمعه ده. It's not the circumstances. It's not اللي بنقوله. انت بتقولي نفسك ايه؟ انت شايف نفسك ايه؟ Take accountability and responsibility بمعنى ان انا مسؤول عن كلامي لنفسي. مش اللي بيقولوه لي ولا مين مدحني ومين نقدني. It's not what they say. انت شايف ايه؟ Redefine your definitions. Failing a test does not make you a failure. الترمينولوجي اللي احنا بنستعملها لبعض تفرق. واللي انا بقولها لنفسي انا عشان ما نجحتش في امتحان انا مش فاشل، انا لو شويه زياده عن الوزن ده مش معناها ان انا I'm unbeautiful. لو انا عندي ما عنديش تالنت معينه مش معناها I'm not talented. I'm sure انا talented في حاجات تانية. My friends are busy مش معناها ان هم مش بيحبوني. Don't give yourself excuses. Losing a job انا اترفدت من شغلانه مش معناها ان انا فاشل في كل حاجه. I'm sure في شغلانه تانية انسب لي ومواصفاتي. Always always remember God loves me unconditionally. ربنا ما بيحط الشروط ما بيقولش لو اذا، ما بيقولش زينا احنا بنقول لو اذا، لكن ربنا ما بيعملش كده. ربنا loves you as you are for who you are for how you are created. ودي ملهاش علاقه بس عجبتني قوي. بتقول ان السيرفي ان الادوليسنس اللي هم الشباب اللي هو في السن دايما السلف استيم متذبذب قوي بيقول لك ان دول الجروب اللي اتندد تشيرشز ريليجيوس جروبس اللي هي كنايس زينا دول عندهم هاير سلف استيم ذان ذير بيرز اللي هم الادوليسنس اللي بره الكنيسه. طب ليه؟ هي الحياه الروحيه بترفع من السلف استيم؟ يس، بس كمان بيفرق مين حواليك. جوه الكنيسه وجوه مجتمع صحي الناس كلها صحيه بترفع من بعض بنخدم بعض بنساعد بعض نبقى احسن. وبره المجتمع بالعكس، ده هدف المجتمع بره يهدك يشوفك انت شاطر وناجح يبتدى يهد ويكسر. فلما بيلاقوا ان عملوا الاحسن يلاقوا الناس اللي جوه الكنايس وجوه الكريستيان ريليجيوس انستيتوت دول الاستيم بتاعهم اعلى علشان الناس اللي حواليهم بترفعهم. فالهدف ان هو ايه؟ حوط نفسك بناس بترفعك. فلما تحوط نفسك بناس ترفعك هتلاقي نفسك ايه؟ اترفعت. What's wrong with self-esteem, poor self-esteem? ليه side effects؟ ليه مشاكل؟ انا قربت اخلص I'm sorry. Poor self-esteem بيأثر على حياتي الروحية. لمسناها وقلناها انا لو جيت اتوب وقلت لنفسي انا خاطي ربنا مش هيقبلني هيحصل ليا توبة؟ هيحصل ليا توبة؟ مش هيحصل. فلما ما بقاش قابل نفسي التوبة بتبقى صعبة جدا. مش هقوم واتوب لان انا ما قبلتش نفسي ربنا لا يمكن يقبلني. ده الكلام اللي الشيطان هيقوله لي ولما يقوله لي هصدقه. لان انا لو انا ما حبيتش نفسي هصدق اللي بيتقال لي ان انا ربنا مش بيحبني. في نفس الوقت ماي اتيتيود ربنا رب انت انا مش حابب نفسي وربنا ما بيحبنيش
ربنا لو موجود ما كانش خلى في اوبئه، ما خلاش في كورونا، ما خلاش في ناس بتموت، ما كانش اخذ فلان اللي انا بحبه، ما كانش اخذ عمل ما خلاني، كانش هبدا انقم على ربنا واقول انت لو فعلا بتحبني ما كنتش عملت فيا كده. طب ربنا بيحبك لظروف ومخصص، بتبدا الالحاد اللي هي بدايات ارض الالحاد بتبقى من الحاجات دي، انا رافض نفسي ما بحبش نفسي، فغالبا ربنا ما بيحبنيش، ولعشان ربنا ما بيحبنيش حصل كل الكوارث والحاجات الوحشه في الدنيا دي، فيبدا بيقلب الحياه. فدي حياه روحيه بيأثر على علاقتي مع الناس اللي حواليا، لان انا ما ابداش احبهم، هبدا اشك فيهم، او هبدا اقول لا ده ما بيحبنيش فعلا، او الكلمه اللي تتقال هتبقى حاجه كبيره اكتر من ظروفها. وطبعا في الاخر ماي فيزيكال هيلث بيقلب بديبرشن وانكزايتي وغالبا سوسايد في الناس الكبيره، الموضوع لما يعدي. وطبعا سليب ديسورد في الفيزيكلي يور هيلث بتدمر، بس عشان انا ما ايه ما قبلتش نفسي. النهايه جت خلاص اخيرا. فجي في الاخر داود عمل ايه في مفيبوشس؟ اخده دخله الملك واداله كل حاجه، فسكن مفيبوشس في اورشليم لانه كان ياكل دائما على مائده الملك، وكان اعرج في رجليه كلتين. حتى لو كان اعرج عاش عيشه الملوك واكل على ترابيزه الملك، وداود عمله ايه؟ رجعه لمكانته الاولى. مين دور على مين؟ مين دور على مين؟ داود. والكلمه دي من ابونا تدرس يعقوب كانت جميله قوي، ان داود هو اللي بيرمز للمسيح الذي يدعونا اليه لنلتقي معه كاحباء، بينزع عنا الخوف، يرد الينا ما فقدناه من الطبيعه الصالحه، وهبنا ان نجلس معه في مائده السماويه. ده اللي ربنا بيعمله معانا كل يوم. ربنا بيرفعنا ان احنا مولودين ملوك، مولودين في صوره حسنه، مولودين كاملين، لكن العالم ادانا رجلين عرج، العالم ادانا ضعف، العالم اخذنا في ارض الخطيه. مقارنه سريعه، داود مفيبوشس كان عايش فين قبل داود وبعد داود؟ من لودابار لاورشليم. لودابار كانت ارض الشحاتين بدون مراعي، اورشليم ايه معناها؟ ارض مدينه السلام، ارض المراعي. كان ساكن في بيت مكير اللي هو واحد بيشفق عليه، لفين؟ قصر الملك. ربنا لما خدنا من عيشه العالم ودانا ايه؟ العيشه مع ربنا. كان مفيبوشس يعتبر ايه؟ من اعداء داود. داود كان المفروض يقتله لان هو من العيله اللي قصاده، لكن عملوا ايه؟ ابن. احنا مولودين كاعداء او على الارض كان ربنا لينا الموت، لكن ربنا اخذنا وعمل بينا ايه؟ ادانا البنوه. الميراث والسلطان اداله مراد، رجع له كل حاجه ضاعت منه، الاراضي كلها اتاخذت منه، كل حاجه اتاخذت منه، رجع له الميراث. كل ما كان لشاول ولكل بيتي دفعه لابن سيدك، رجع له كل الميراث. ربنا رجع لنا الميراث الابدي تاني. اخر حاجه حاله العبد، كان من عبد بقى ايه؟ بقى سيد. مفيبوشس كان عبد بقى سيد، واحنا كمان ربنا رفعنا من عبوديه لسياده. Know your value. اعرفوا قيمتكم. God's the one who gives us the value, not the failures or success of our past or present. مش مهم انا حصل لي ايه النهارده، مش مهم انا سقطت في ايه امبارح، مش مهم مين قال لي ايه، حقيقتي الحقيقيه في قيمتي في ربنا. You cannot love others if you do not love yourself. ده وعد بوصيه لازم تتنفذ، ولازم احب نفسي عشان اقدر احب غيري. اخر حاجه، ديفيد توك مفيبوشس تو ذا كينجز بالاس. داود اخذ مفيبوشس واداه الملك. ربنا النهارده جاي يقول انا عايزكم تيجوا معايا القصر تعيشوا عيشه ايه؟ عيشه الملوك. Today is the day has come to go to the palace. Do not let your self esteem keep you from living in the king's palace. انتوا المفروض تبقوا ملوك وعايشين في عيشه الملوك، ما تخلوش السلف استيم يعيشكوا عيشة العبيد. Live as a king's son. Thank you. Sorry طولت عليكم.